السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جيلي أميغراند 2015 خليجي، راح أتكلم لكم عن موضوع الفلتر اللي شفته بالحلقة السابقة، فلتر هواء، فلتر التكييف، اللي حاولت أنه أتكلم وأقول أنه عدم إلغاء الفلتر بحجة زيادة دفع الهواء داخل المكيف. اخوان بالنسبه للفلتر مهم جدا. خلينا نشوف هذه السياره، طبعا فتحت المقصوره جنب الراكب اللي يوجد الفلتر مثل ما نشوف. يا اخي شوف سياره جديده، يعني طبعا العميل ما يعرف انه فلتر الهواء ملغي بعد ان اشتراها طبعا، وحس انه ضعف في سير الهواء داخل المكيف السياره. طبعا شوف فلتر ملغي، حتى من انه تجلب فلتر جديد وتخلي فلتر ما راح ينفع، لانه اصلا الفريزر تراكمت فيه الاوساخ واصبح دفع الهواء قليل كما شاهدتم في الحلقه السابقه في الهوندا الانترا. هذا جيلي أميغراند، ونفس الموضوع راح نفتح الداشبورد، ويتكلف العميل اموال يعني واجره اكثر في سبيل تنظيف الفريزر ووضع فلتر جديد. لذلك لا أنصح برفع الفلتر سواء بالنسبة للفني أو الكهربائي يقوم برفع الفلتر. والعميل طبعا أكثر الأخوة الزبون ما يعرف أنه الفلتر ما فائدة الفلتر، فقط يريد دفع هواء أكثر، فيقوم الفني أو الكهربائي برفع الفلتر بدون أن يعرف العميل، وهذا طبعا من الغش. إن شاء الله يعني الدنيا بخير، مو كل الناس، بس النصيحة مهمة، لأنه الصدق في التعامل يكون أهم شيء، وكذلك الرزق يكون حلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.